The charge of an alpha particle, a helium nucleus, consisting of two protons and two neutrons. شحنته 2 من شحنة الإلكترون بس بوزيتيف. An alpha particle at a particular location experiences a force مدهاني. What is the electric field at that location؟ نسمي البارت ده ايه؟ احنا عارفين ان الاف بتساوي الكيو في الاي. الفورس مدهاني صفر مع ماينس 9.6 في 10 سالب 17 وصفر. الشحنة الألفا 2 1.6 في 10 سالب 19 و EX EY EZ. إذن الـ E هتساوي دول صفار فالـ EX والـ EZ بصفر بس الـ EY 9.6 سالب 17 تقسيم 3.2 سالب 19 يبقى ماينس 300 ماينس اللي هي دي وصفر نيوتن بير كولوم. ده المطلوب الأولاني. عرفنا الالكتريك فيلد. بيسألني بقى عليه بيقول if the alpha particle were removed and an electron were placed at that location what force the electron experiences. يبقى احنا عايزين الفورس المرة دي على الالكترون كيو في الاي. الكيو المرة دي بماينس 1.6 في 10 سالب 19 والاي صفر مع ماينس 300 مع صفر يديني صفر ونفس الرقم ده هضربه في 1.6 سالب 19 يبقى بوزيتيف سالب في سالب 4.8 سالب 17 وزيرو والوحدة نيوتن.